نعزي أنفسنا ونعزي أبناء هذا البلد والدعاة، ونعزي أيضا الدعوة حقيقة، الدعوة الربانية والدعوة الإسلامية في فقيدها العالم والعلامة والقاضي الشيخ سالم عليه رحمات الله، الشيخ سالم الراشدي عليه رحمات الله، الذي فعلا يصدق فيه ولا نزكي على الله أحدا، هذا ما نظنه فيه بإذن الله تعالى، يصدق فيه قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، عليه رحمات الله. والأمة لا تبتلى بشيء كما تبتلى في علمائها، لا تبتلى الأمة في شيء كما تبتلى في علمائها، كما جاء في بعض الآثار: إن العلماء حتى السماء تبكيهم، العلماء حتى السماء حتى الأرض تبكي العلماء. فعليه رحمات الله تعالى، هذا رجل العالم الداعية الذي قضى حياته في الدعوة إلى الله تعالى وتقريب الشباب وتقريب الفتيات وتقريب الجميع من الله عز وجل، فنسأل الله تعالى له الرحمة وجنان الخلد. ونعزي أنفسنا بكل أسف بكل ألم، وأسأل الله ألا يكون هذا الفهم هذا الفكر منتشرا مستوعبا في مجتمعاتنا. إيش ما هو هذا الفهم؟ فإذا حصل انحراف، لاحظ، إذا حصل أي انحراف في خطاب العقل تأتي مباشرة ماذا؟ الشبهات. إذا حصل انحراف في خطاب العقل تأتي الشبهات، وإذا حصل انحراف في خطاب القلب، القرآن خاطب العقل وخاطب القلب وخاطب البدن، النبي صلوات ربي وصلواته عليه استطاع أن يؤصل منهجا تربويا في هذه التقاطعات الثلاث، هذا ما سنبينه بإذن الله تعالى، هذا ما سنبينه. إذا صار هناك زلل في القلب تأتي ماذا؟ الظلمات. وإذا صار هناك خطأ في خطاب البدن تأتي ماذا؟ الشهوات. فلنبدأ بالعقل، فلنبدأ بالعقل أو بالانحراف الذي أقصده أو بالرسالة التي جاءت. جاءني السائل يسأل في الرسالة: هل يجوز لنا، هل يجوز لي، شيء مخيف، أن أعزي، هل أن أرسل تعزية في هذا الشيخ الذي توفي؟ أنا أظن أنه من العامة ما يقصد شيء، قال: لأنه ليس على مذهبي. هل يجوز لي، هل عادي شرعا أن أقول شيخنا وهو ليس على مذهبي؟ إيش رأيك يا شيخ، هذا أمر جائز أو ليس بجائز؟ إن قلت لي أنه جائز أنا سأرسله في الجروبات في المجموعات، وإن قلت لي أنه ليس بجائز يعني الرجل عنده شك، الرجل عنده ماذا؟ عنده شيء. هذا خطاب نعايشه، خطاب مسلم يقول هذا. طبعا مباشرة قلت له: طبعا يجوز يا رجل، طبعا، رجل أفنى حياته في الدعوة إلى الله تعالى، في تقريب وإرجاع الناس إلى الله وتعريف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتي ونقف عند شيء ما أمرنا الله به ولا برسوله؟ سبحان الله. واحد من شيوخنا أسأل الله أن يحفظه كان يقول لما يرى بعض الطلبة في الدرس، يعني بعضهم بعض زملائنا كان في الدرس، تظهر فيه النعرة، يستمر في أخذ نفس المذهب، تدرس نفس المذهب نفس المذهب، لا بأس تمسك بمذهبك لا بأس، لكن ما تتعصب. فكان يقول لنا، يقول: تذكروا ادرسوا المذهب، كان ما شاء الله من كبار شيوخ الشافعية، كان يقول: ادرسوا المذهب وأتقنوه لا بأس عليكم، لكن تذكر أن الله أن الملائكة لن يسألوك في قبرك عن مذهبك، لن يسألوك، انتبه، لا تتعصب، تمسك لكن لا تتعصب، انتمي لكن لا تتعصب، لا تجعل معيار قبولك لإخوانك، لا تجعل معيار القبول هو ماذا؟ ما فكرك، لا، لا تجعلها، اجعل معيار القبول والأخوة هو ماذا؟ القبول والأخوة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله.